هؤلاء الذين فجروا المجتمعات، الذين دمروا المجتمعات، منو كانوا؟ مجموعة من الأفراد المعقدين، يعني مريض من الناحية النفسية. نمرود منو كان؟ نمرود رجل معقد. نمرود اقروا حياته، اقروا ولادته، أين عاش؟ وين عاش؟ اقروا حياته، شوفوا أنه كان رجلاً محروماً. نمرود هذا الحرمان تحول إلى عقدة، هذه العقدة جعلت يدمر مجتمعه. نمرود دمر مجتمعه عندما كان يقول أنا ربكم الأعلى، هذا انعكاس لتلك العقدة. فرعون منو كان؟ فرعون رجل معقد. الحجاج منو كان؟ رجل معقد. هؤلاء الطغاة اللي تشوفوهم دا يدمرون مجتمعاتهم مجموعة من الرجال المعقدين المرضى نفسياً.